وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة المحلل الاقتصادي والخبير الأستاذ محمد نجم. أستاذ محمد، يعني تأثير هذه الدفعة الأخيرة قياسا بالدفعات السابقة من خطة المساعدات التي أقرها صندوق النقد الدولي لمصر في الفترة الأخيرة عقب فيروس كورونا. أهلا وسهلا فندم، مساء الخير ومساء كل سادة المشاهدين. احنا بنتكلم هنا زي ما حضرتك تفضلت في المسابقة، هي دي مكالمة الفنية والفنية من الاتفاق اللي احنا مصر ابرمته مع الصندوق في السنة اللي فاتت. الاتفاق اللي احنا عملناه يونيو 2020، يعني بعد 3 شهور مباشرة من أزمة كورونا. فهنا في أول إشارة إن احنا لم ننتظر طويلا عشان نحط توقعات وتوقعات للتعامل مع الأزمة. بمجرد ما وقعت الأزمة كان واضح جدا إن الحكومة المصرية اتحركت بسرعة عشان تحط سيناريوهات الأزمة دي رايحة على فين وهل هيوصل لفين. كان ساعتها ما كانتش رؤية واضحة، لكن النهاردة بعد مرور سنة واضح إن الحكومة المصرية الأزمة أزمة كبيرة، أزمة بتضرب أو بتصدم طرفي العرض والطلب، ودي أول مرة تحصل. إحنا الأزمات الاقتصادية سواء محليا أو عالميا اللي سبق وضربت الاقتصاد العالمي كانت اما بتضرب جانب العرض او بتضرب جانب الطلب، لكن احنا هنا عندنا مشكله في العرض والطلب، في الاستهلاك والانتاج في نفس الوقت. اول حاجه هنا سرعه تحرك الحكومه، ثاني حاجه الشفافيه. احنا في مصر اتحركنا تحركات كبيره جدا جدا في هذه المساله. مساله الشفافيه وطرح واتاحه المعلومات لعامه الناس دي مساله مهمه جدا. انا عايز اقول لحضرتك احنا اداره الماليه دشنت موقع دشنت قوائم ماليه، قوائم ماليه كامله ومتاحه لكل الناس، مش فقط الباحثين، لا متاحه لكل الناس. اي حد عنده اتصال بالانترنت يقدر يعرف احنا صرفنا فلوس القرض دي فين، صرفنا على انهي قطاعات، صرفت جابت عائد قد ايه، وساعدت كم مصري او ساعدت اي فئه من فئات المصريين. تأثير هذا الدعم وهذه المنحة الأخيرة من خطة المساعدات التي أقرها صندوق النقد الدولي على بعض المبادرات التي قام بها مثلا على سبيل المثال البنك المركزي المصري في دعم قطاعات بعينها مثل قطاع الصناعة أو الزراعة أو السياحة؟ طبعا كان تأثير كبير. احنا مثلا عندنا مبادرة مهمة وهي مبادرة مثلا المرتبات العاملين في قطاع السياحة. نعم، لولا المبادرة دي اي فندق اي شركه سياحه تقدر ان هي تاخد قرض من البنك بضمان البنك المركزي من اي بنك، والقرض ده هيكون مخفض الفايده. طيب مين اللي بيدعم الفايده؟ البنك المركزي اللي هي الدوله. طيب هي الدوله هتقدر تجيب منين الفلوس دي؟ كان مستحيل ان الدوله تقدر تجيب هذه الفوائد اللي بتدعم بيها السوق لولا نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي. نجاح البرنامج ده حقق فوائد ووفرات توفير عملناه، وبعد كده رجعنا نضخ مره ثانيه للسوق. فالنهارده بعدين نساعد الفنادق، شركات الطيران، شركات السياحه، ساعدناهم كتير جدا، حجمنا الخسائر، في خسائر حصلت في هذه القطاعات طبعا، لكن احنا عملنا تحجيم للخسائر بشكل كبير جدا. نعم، وساهم بالطبع في فكرة الاستقرار الاقتصادي اللي بتشهده مصر في الفترة الأخيرة رغم تعرضها وتعرض العالم أجمع لفيروس كورونا، هذه الجائحة الكبيرة بتمحوراتها المختلفة لهذا الفيروس. السيد محمد نجم الخبير والمحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، ونتابع مع حضراتكم مشاهدي الكرام نشرتنا.